اول سلايد معانا هتكون هي تعريف الفارنكس اللي انا قلته لك في الانترودكشن. هي عباره عن ماسكلو ميمبرينس تيوب اكستندنج فروم بيز اوف ذا سكال داون تو ذا ليفل اوف سي 6 فيرتيبرا. بص معايا على الصوره كده اهي، ادي السكال، كسرنا الريمس اوف ذا مانديبل وسايبين اللارنكس والتراكيه والاسوفجس في مكانها عشان اقول لك كل ما هو ابيض بالمنظر ده هو ده الكافيتي اوف ذا فارنكس او الفارينجيال سبيس. يبقى اذا هي ماسكلو ميمبرينس سبيس او تيوب، انا هنا شايل التيوب وسايب لك السبيس بتاعها التي تقع خلف النيزل كافيتي وخلف الاورال كافيتي وخلف اللارنكس وتيجي عند سي 6 فيرتبرا تكمل بالاسوفجس. طيب يبقى بما انها تقع خلف الفارنكس واللارنكس سوري خلف النيزل كافيتي والاورال كافيتي واللارنكس، فهي تعتبر قناه مشتركه بين الريسبيراتوري سيستم وبين الدايجستيف سيستم. علشان كده في بعض الناس اللي سامعيني هيستفيدوا بالمحاضره دي في الريسبيراتوري سيستم موديول، في بعض الناس التانيين اللي خدوا الريسبيراتوري سيستم موديول خدوا بس تراكيه ولانج وبرونكاي ما خدوش لارينكس ولا فارينكس. لكن بصراحه المفروض الفارينكس واللارينكس تدرس بالتفصيل مع الريسبيراتوري سيستم، ولما يجي سيره الفارينكس في الدايجستيف سيستم اقول لك سي بي 4 راجع معلوماتك في الريسبيراتوري سيستم. طب لو خدت الدايجستيف قبل الريسبيراتوري يبقى اشرح الفارينكس بالتفصيل، ولما اجي في الريسبيراتوري سيستم وتيجي سيره الفارينكس اقول لك راجع معلوماتك من الدايجستيف سيستم وهكذا. يبقى هي اكت از ريسبيراتوري اند دايجستيف تيوب. بما انها تقع خلف الاورال كافيتي والنيزال كافيتي واللارينكس، اتفرجنا كده على الصوره التخيليه دي، شايف المخطط التخيلي ده؟ كل ما هو باللون الازرق فهو الاثنين نيزال كافيتيز بينهم النيزال سيستم، كل ما هو باللون الفايلت ده هو الاورال كافيتي، واللي باللون الازرق ده هو البلت الذي يفصل النيزال كافيتي عن الاورال كافيتي اللي بينتهي في الخلف بالسوفت بلت واليوفولا، تمام؟ واللي باللون الاحمر ده هو اللارينكس اللي احنا خدناها في الريسبيراتوري سيستم وخدناها في السبيشال سنسوري موديول. يجي بقى اللي باللون الاخضر ده هي انبوبه الفارينكس التي تمتد من البيز اوف ذا سكال خلف النيزل كافيتي، هسمي الجزء اللي خلف النيزل كافيتي نيزو فارينكس، وتكمل نفس الانبوبه خلف الاورال كافيتي فهسميها الاورو فارينكس، ونفس الانبوبه تنزل تبقى خلف اللارينكس هسميها لارينجو فارينكس، واول ما نوصل للليفل بتاع سي 6 فيرتبرا تكمل باسوفجس بعد كده، واللارينكس اللي موجوده قدامها اول ما تيجي برضه عن سي 6 تكمل بتراكيه بعد كده. من الصوره اللي انت شايفها قدامك او الرسم التخيلي ده هتلاقي ان الفارنكس ليها سايد وولز اند بوستيريور وول، لكن مالهاش انتيريور وول لانها فاتحه على النيزال كافيتي وفاتحه على الاورال كافيتي وفاتحه على اللارينجيال كافيتي. عشان كده سميناها نيزو فارنكس بيهايند ذا نيزال كافيتي، اورو فارنكس بيهايند ذا اورال كافيتي، لارينجو فارنكس بيهايند ذا لارينج. تمام؟ هناخد بقى في السلايد الجايه طبقات الفارنكس، يا ترى هذه الفارنكس تتكون من كام طبقه؟ هنلاقيها صورة تانية بأكد لك إن الفارينكس تمتد من البيز اوف ذا سكال إلى سي 6 فيرتبرا، حيث أنها ستكمل بعد ذلك بالأسوفيجس. قصادنا النيزال كافيتي مفصول عن الأورال كافيتي بالهارد والسوفت بلد. خلف النيزال كافيتي عندي النيزو فارينكس. خلف الأورال كافيتي عندي الأورو فارينكس. خلف اللارينكس عندي اللارينجو فارينكس. خلاص حفظناهم يا دكتور. تمام؟ وفهمنا يعني إيه مالهاش أنتيريور وول، لانها فاتحه على الحاجات دي، وعرفنا علشان كده سميناها هي combined respiratory and digestive tube. تعال بقى نتكلم على layers of the pharynx. يا ترى الانبوبه دي اللي انا شرحتها دي عباره عن كام طبقه فوق بعض؟ يعني الجدار بتاعها لو خدت سيكشن في الجدار بتاع الفارنكس هلاقي ايه؟ قال لك هتلاقي اول طبقه من بره خالص اسمها باكو فارينجيال فاشيا. اسمها ايه؟ باكو فارينجيال فاشيا. من اسمها ليها علاقه بالباكال اريا وليها علاقه بالفارينكس. بص معايا على الصوره كده اهي، اللون الجراي اللي انت شايفه ده مغطي الفارينكس خالص، انا مش شايف حاجه بسبب ان ده الاوتر موست لاير كفرنج ذا اوتر سيرفيس اوف ذا فارينكس، او بمعنى اصح كفرنج ذا اكسترنال سيرفيس اوف ذا ماسلز اوف ذا فارينكس. لو طلعت بيها قدام هلاقيها مغطيه الباكسينيتور ماسل، هلاقيها ايه؟ مغطية الباكسينيتور ماسل اللي موجودة في التشيك. لو رجعت بيها لورا هلاقيها ان كونتاكت او متصلة
بالبري فيرتبرال فاشيا اللي كانت مغطيه الانتيرور اسبكت اوف ذا ماسلز اللي موجوده ان فرونت اوف ذا فيرتبري. ونرجع بقى نفتكر يعني ايه بري فيرتبرال فاشيا من ايام النيورو ساينس موديول. يبقى ادي الباكو فارينجيال فاشيا، ذا اوتر كفر اوف ذا انبوبه من بره، ذا اوتر غلاف اوف ذا فارينكس من بره، تمام؟ طيب شيل الغلاف ده قشره، هتلاقي تحتيه ايه؟ هتلاقي تحتيه ذا ماسل كوت اوف ذا فارينكس. والماسل كوت اوف ذا فارينكس ده ربنا سبحانه وتعالى مقسمه الى اوتر سيركلر ماسل. الصوره دي انا شايفها من ورا بوستيريور فيو، ادي البيز اوف ذا سكال ودي الاوكسيبيتال بون من ورا، ده القفا بتاع الراجل ماسك فيه من اول البيز اوف ذا سكال انبوبه الفارينكس اهي، وجت عند سي 6 بقى اسمها اوسوفيجس. بص معايا كده، الجدار بعد ما قشرت الباكو فارينجيال فاشيا بقى عباره عن طبقه عضليه مكونه من الخارج بثلاثه كونستريكتورز، ثلاث عضلات دائريه اسمها كونستريكتور سوبيريور وميدل وانفيريور كونستريكتور، لافين داير ما يدور، لافين داير ما يدور، واخدين الجنب والبوستيريور بارت اوف ذا فارينكس. وموجود جواهم لو دخلت جوه اكتر لونجيتيودينال لاير، عباره عن ثلاث عضلات لونجيتيودينال، ستايلو فارينجياس وبلاتو فارينجياس وسالبينجو فارينجياس، ثلاث عضلات بالطول كده، هناخدهم بالتفصيل بعد شويه. طب لو قشرت المصل هلاقي العضلات متبطنه من الداخل بفاشيا ثانيه اسمها فارينجيو بازيلر فاشيا. اسمها ايه؟ فارينجيو بازيلر فاشيا من اسمها، يعني جايه من البيز اوف ذا سكال ورايحه للفارينج، اسمها فارينجيو بازيلر فاشيا، هناخدها برده بالتفصيل. It lines the inner surface of the muscle coat. يبقى اذا كان الفارينج عباره عن مجموعه من العضلات متغطيه من الخارج بالباكو فارينجيال فاشيا ومتبطنه من الداخل بالفارينجيو بازيلر فاشيا. يبقى كان الاثنين فاشيا عاملين ساندويتش على المسل كوت اوف ذا فان. يبقى انا لو بصيت في جدار الحنجره، جدار البلعوم سوري، جدار الفان، قطعته كده وبصيت في سيكشن فيه، هلاقي طبقه عضليه مكونه من اوتر سيركولار مسل فايبرز وانر لونجيتيودنال مسل فايبرز، متغطيه من بره باكو فارينجيال فاشيا ومتبطنه من جوه بفارينجيو بازيلر فاشيا. وفي الاخر هلاقي الفارينجيو بازيلر فاشيا دي من جوه هي كمان متبطنه بميوكوزا. يبقى ذا ميوكوزا از ذا انر موست لاير اوف ذا فارينكس. فهمنا يا شباب؟ يبقى انا اذا عندي ماسوره او انبوبه موجود ليها جدران من على الجانبين والخلف، لكن من قدام فاتحه على النوز والماوث واللارنكس. الجدار بتاع الانبوبه ده من بره عباره عن باكو فارينجيال فاشيا، مغطيه الباكو فارينجيال فاشيا دي جوه مجموعه من العضلات، هذه العضلات مبطنه من الداخل بفارينجيو بازيلر فاشيا، والصوره بتنطق قدامك. وجوه بقى الفارينجيو بازيلر فاشيا دي هلاقي فيه طبقه من الميوكوزا، علشان كل الاورجنز بتاعه الريسبيراتوري دايجستيف سيستم انا اعرف ان هي مكونه من ميوكوزا، لازم تبقى متغطيه بميوكوس من برين وابيثيليوم وهكذا. هنمسك بقى كل لاير من دول بالتفصيل، ولكن انا خلصت خلاص الباكو فارينجيال فاشيا، عرفت ان هي عامله الاوتر كفرنج، اوتر غلاف اوف ذا فارينكس، من قدام موصلاني للباكسينيتور ومغطيه عليها، من ورا موصلاني بالبريفيرتبرال فاشيا متصله بيها. لما قشرتها لقيت المسلز، لقيت جوه المسلز الباكو الفارينجيو بازيلر فاشيا، وبعدين لقيت الميوكوزا في الاخر. يبقى اذا بعد ما خلصت الباكو فارينجيال فاشيا ان ديتيلز هكلمك على المسل كود، هعمل لك اثنين مايند مابس ظراف جدا يشرحوا لك الاوتر سيركولار ماسل شكلهم ايه والانر لونجيتيودنال ماسل شكلهم ايه، وبالمناسبه ثلاثه سيركولار من بره وثلاثه لونجيتيودنال جوه، وبعدين نتكلم على الفارينجيو بازيلر فاشيا والميوكوزا ايه اللي هلاقيها فيها، ويبقى كده المحاضره خلصت على خير. مستعدين؟ متشوقين؟ توكلنا على الله. اوتر سيركولار ماسلز اوف ذا فارينكس، انا واخد لك هنا صوره ساجيتال فيو، يعني صوره جانبيه بس قاطع فيها الريمس اوف ذا مانديبل وقاطع فيها السوبيريور كونستريكتور، لكن سايب الميدل والانفيريور كونستريكتور زي ما هم. وبعدين قمت مبصصك صوره من ورا على الفارينكس من ورا اللي مكمله باوسوفيجاس بعد كده، طبعا بعد ما قشرت الباكو فارينجيال فاشيا. برافو عليكم. تمام، عندي حاجه اسمها سوبيريور كونستريكتور. ليه سميناها كونستريكتور؟ لانها عضله دائريه، الثلاثه دائريين فلازم نسميهم كونستريكتورز، العضلات القابضه او العاصره لتجويف الفارينج.
السوبيري كونستريكتور زي ما انت شايف انا قطعتها من الناحيه اليسار وسبت لك تبص على الناحيه اليمين، هتلاقيها طالعه من حاجه اسمها تيرجو مانديبولار رافي. ما هو التيرجو مانديبولار رافي؟ ده عباره عن ميمبرين او ليجامنت ماسك بين التيريجويد هاميلس اللي كان في اخر الميديال تيريجويد بليت من تحت والبوستيرور اند اوف مايلو هايويد لاين اللي موجود في الانر اسبكت اوف ذا بودي اوف ذا ماندبل. ادي التيرجو مانديبولار رافي ادى اوريجين للسوبيريور كونستريكتور. حلو. اما بالنسبه للميدل الكونستريكتور فهي تحتيها، فهتطلع من العظمه اللي تحت الماندبل وهي الهايويد بول، هتخرج من الهايويد بول. تمام. العضله الثالثه اسمها inferior constrictor هتطلع من الكارتلجز اللي تحت الهايويد بول اللي هم مين؟ الثايرويد كارتلج والكريكويد كارتلج. هتلاقيني كاتب لك انها بتاخد اوريجن من الكريكويد كارتلج وحطيت لك علامه استفهام عشان اقول لك ان الانفيريور كونستريكتور تتكون من جزئين، جزئين. الجزء اللي طالع من الكريكويد كارتلج هيبقى اسمه كريكو فارينجياس بارت اوف ذا انفيريور كونستريكتور، اما الجزء اللي طالع من الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتلج هيبقى اسمه الثايرو فارينجيال بارت اوف ذا انفيريور كونستريكتور. سهله دي؟ جميل. يبقى اذا انا عندي سوبيريور كونستريكتور جزء واحد طالعه من التيرجو مانديبولا الرافي والجزء بتاع المانديبل. الميدل كونستريكتور عضله برضو جزء واحد طالعه من الهايويد بون. الانفيريور كونستريكتور جزئين اللي هيطلع من الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتلج هسميه ثايرو فارينجيال بارت اوف ذا انفيريور كونستريكتور، والجزء اللي هيطلع من الكريكويد كارتلج هسميه كريكو فارينجيوس بارت اوف ذا انفيريور كونستريكتور. الثلاثه هيطلعوا من على الاجناب زي ما انت شايف ويروحوا لورا عشان يحوطوا بتجويف الفارنج، ويروحوا بوستيريولي حيث يلتقوا في الميدل لاين اوف ذا بوستيريور اسبكت اوف ذا فارنج. فرافي اسمه فارنجيال رافي. ما هو الفارنجيال رافي؟ حطيت لك علامه استفهام جنبه. هذا الفارنجيال رافي هو الفايبرس تيشو الناتج عن التقاء الثلاثة كونستريكتورز اليمين اللي جايين يلتقوا مع الثلاثة كونستريكتورز الشمال. شايف السهم بيشاور ازاي؟ اليمين لفوا كده داير ما يدور وهوب جم ورا، الشمال لفوا داير ما يدور وهوب جم ورا، اتقابلوا كلهم في هذا الرافي. وهذا الفرنجي الرافي is attached superiorly في البيز اوف ذا سكال في تيوبركل اسمه فرنجيال تيوبركل. في تيوبركل اسمه ايه؟ فرنجيال تيوبركل. وهذا الفرنجيال تيوبركل موجود في البازلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون، وبتيجي علامته كتير قوي في امتحانات العملي في البيز اوف ذا سكال، تلاقيه معلم لك علامه على الفارنجيال تيوبركل ويقول لك منشن ذا اتاتشد ستراكشر، فتقول بوستيرو وول اوف فارينجز او بمعنى ادق تقول فارنجيال رافي. تمام؟ حلو. عايزك بقى تلاحظ ملحوظتين كده حلوين على الاوتر سيركولار ماسلز اوف ذا فارينجز اللي احنا بنسميهم الفارنجيال كونستريكتورز. ما هي هذه الملاحظ؟ أول ملحوظة إن الكونستريكتورز overlapping each other من تحت لفوق. يعني إيه؟ يعني الانفيريور كونستريكتور مغطية اللور بوردر بتاع الميدل كونستريكتور، واضحة؟ واضحة. والميدل كونستريكتور مغطية على اللور بوردر بتاع السوبيريور كونستريكتور، واضحة؟ واضحة. يعني نقول التلاتة عاملين overlap من تحت لفوق، يبقى الانفيريور كونستريكتور مغطية على اللور بوردر بتاع الميدل كونستريكتور، والميدل كونستريكتور مغطيه على اللور بوردر بتاع السوبيريور كونستريكتور، فيبقوا كده الثلاثه عاملين اوفرلاب على بعض عشان يقووا من الاكشن بتاع بعض. All constrictors are supplied by pharyngeal branch of vagus. ده من خلال الفيجو اكسسوري كومبلكس اللي عمل الفارينجيال بلكسس اللي هكلمك عليها بعد كده بشويه، وانا كنت جبت سيرتها ايام ما اتكلمت على اللاست فور كرينيال نيرف. طيب جميل. ايه بقى الاكشن بتاعهم؟ قال لك بيعملوا constriction of the cavity of the pharynx، بيعصروا الكافيتي اوف ذا pharynx. هذه العصره تخلي البولس اوف ذا فود تنزل لتحت وتدخل في الاسوفجس. يبقى اذا هم بيعملوا حاجه اسمها constrictive movement او حاجه اسمها peristaltic movement، بيدوسوا جوه كده على تجويف الفارنكس عشان يعصروها، فتقوم زق البولس اوف ذا فود بعد ما اتبلعت من الماوث وتقوم نازله على الاسوفجس على طول وتدخل في الاسوفجس. تمام؟ عشان كده سميناهم كونستريكتورز، كانهم عضلات قابضه وعاصره لتجويف الفارنكس. واحد يقول لي يا دكتور هو ايه الابيض المستخبي تحت العضلات ده؟ هقول له دي الطبقه اللي مبطنه العضلات من الداخل اللي اسمها ايه؟ فارينجيو بازلر فاشيا. برافو عليك.
كده خلصنا الكونستريكتورز الثلاثه. وقبل ما اسيبهم لازم اكلمك على important relations of the three pharyngeal constrictors. ما هي هذه الimportant relations؟ زي ما انت شايف احنا قلنا ان هم ثلاث رئات. هم عباره عن ايه؟ ثلاث رئات. السوبيو كونستريكتور مغطي عليها الجزء التحتاني الميدل كونستريكتور، تلاقي الجزء التحتاني من الميدل كونستريكتور مغطى عليه الانفيريور كونستريكتور. فاذا في جاب، في بلينز بتوين هذه الكونستريكتورز، في بعض الاستراكشرز تقدر تدخل وتنسنويت اتسلف بتوين هذه الفتحات. فعشان كده بقول لك نوت ذا جابس بتوين ذا كونستريكتور ماسلز اند ذا ستراكشرز باسنج ثرو ذيس جابس. اول جاب عندي above the superior constrictor، above the superior constrictor هلاقي حته من الفرنجي وبازلر فاشيا باينه، وهلاقي المنطقه دي بيهرب منها الاوديتوري تيوب بالاثنين عضلات اللي كانوا ماسكين فيها بتوع البلد، فاكرهم؟ يس يا دكتور، تنسور بلاطاي من قدام وليفيتور بلاطاي من ورا. يبقى اذا the gap above the superior constrictor مليانه ومقفوله بالفرنجي وبازلر فاشيا، و give passage of the auditory tube وبالتحديد cartilaginous part of the auditory tube اللي ماسك فيه اثنين بلاطاي muscles اللي هما tensor بلاطاي and elevator بلاطاي. فاكر لما قلت لك ان الاثنين بيساعدوا على فتح الauditory tube وتخلي الودان المسدوده تتفتح لانهم بيفتحوا الauditory tube فيعدلوا البريشر on either sides of the eardrum، وقلت لك ساعتها ممكن تنضغ لبانه او تفتح بقك وتتاوب تلاقي الauditory tube فتح. يبقى دي اول جاب، the gap above the superior constrictor. اما بالنسبه للجاب اللي between the superior constrictor and the middle constrictor هيعدي منها عضله من اللونجيتيودنال ماسلز اوف ذا فارينكس، عضله نميسه كده اسمها ستايلو فارينجس، مع النيرف سبلاي بتاعها اللي هو الناينث كرينيال نيرف. ستايلو فارينجس مع الجلوسو فارينجيال نيرف اللي بيغذيها، ودي العضله الوحيده اللي بيغذيها الجلوسو فارينجيال نيرف لو تفتكر معايا الفارينجيال ارشز والجلوسو فارينجيال نيرف ده بتاع اني ارش بالظبط. يبقى الجاب بتوين سوبير اند ميدل كونستريكتور عدى فيها مين؟ الستايلو فارينجيوس ماسل، احد العضلات الطوليه بتاعت الفارينكس اللي هقول لك عليها بعد شويه، بالنيرف سبلاي بتاعها اللي هو الجلوسو فارينجيال نيرف. هي اما بالنسبه للمسافه اللي بين الميدل كونستريكتور اند انفيريور كونستريكتور، بين الميدل وبين الانفيريور، يعني بين الهايويد بون وبين الثايرويد كارتليج، صح؟ كان في ممبرين اسمه ثايروهايود ممبرين، فاكره؟ فاكره يا دكتور زمان لما خدنا اللارنكس في السبيشال سنسور موديول، مش زمان قوي يعني. كان في فتحه بيتم ثقبها او دخول الانترنال لارنجيال نيرفز اند فيسلز، فاكرين؟ فاكرين يا دكتور؟ كان الانترنال لارنجيال بتاع السوبيريو لارنجيال وفيجاس بيخش جوه وبياخد معاه الانترنال لارنجيال فيسلز كمان. تمام؟ فاكرين يا دكتور؟ يبقى ده الجاب اللي بين الميدل والانفيرو كونستريكتور. واخيرا ممكن نقول بدل الانترنال لارنجيال فيسلز ممكن نقول السوبيريو لارنجيال فيسلز اللي طالعه من السوبيريو ثايرويد ارتر. حلو. من تحت الانفيرو كونستريكتور بقى، شايف السهم النميس الخبيث ده؟ كان في نيرف ماشي في الجروف اللي بين التراكيه والاسوفجس، فاكرينه؟ اه يا دكتور، ذا ريكارنت لارنجيال نيرف، فطبيعي يقوم مدخل نفسه كده من تحت الانفيرو كونستريكتور عشان يروح يغذي اللارنكس من تحت. يبقى الريكارنت لارنجيال نيرف والانفيرو لارنجيال فيسلز اللي طالعه من الانفيرو ثايرويد فيسلز تدخل نفسها من تحت الانفيرو كونستريكتور. الصوره دي مهمه جدا 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 كام سي كيو وكشورت اي سي كويستشن. ايه هو الام سي كيو؟ يقول لك مثلا which of the following structures passes in the gap between superior and the middle pharyngeal constrictor or which of the following muscles pass through نفس الجاب اللي انا قلتها دي اللي هي الستايلو فارينجي، ماشي؟ او شورت اس enumerate the gaps between pharyngeal constrictors او enumerate the gaps related to the pharyngeal constrictors and mention the structures passing through each gap. حلو قوي، سلايد جميله جدا، عيدها تاني واكتبها ورايا، خد سكرين شوت للرسمه مكتوب فيها كل حاجه والدنيا هتبقى تمام. يبقى كده هضمنا الثلاثه كونستريكتورز وعرفنا كمان السبيسز اللي بينهم ايه اللي بيعدي فيها. تعالى نتكلم بقى على اللونجيتيودنال ماسل.
زي ما كان عندي ثلاثة outer circular muscles of the pharynx عندي ثلاثة longitudinal inner muscle pharynx طبعا على الجنبين برضو يمين وشمال. فعشان كده في الصورة دي عملت ايه؟ الصورة دي انا خدت sagittal section كسرت السكال بالمانديبل بالهايويد بون بالثايرويد كارترج بالكريكويد كارترج وطبعا قطعت الفارنج واللانس. يبقى انا كده واخد ساجيتال سيكشن، واخد ايه؟ ساجيتال سيكشن وباصص على النصف اليمين فقط من الفارنج من الداخل. يبقى انا باصص هنا على النصف اليمين فقط من الفارنج. تعال نراجع مع بعض، مين دي؟ دي السوبيريو كونستريكتور طالعه من الترجو مانديبول الرافي اللي هي اليمين. طب مين دي؟ دي الميدل كونستريكتور طالعه من الهايود بون من الناحيه اليمين. طب مين دي؟ ده الانفيريو كونستريكتور بالاثنين بتوعها من الثايرويد ومن الكريكويد برضو من الناحيه اليمين. امال فين الشمالات كلها؟ قطعتهم مش موجودين. بص بقى جوه، يعني في الجزء الداخلي من الثلاث عضلات اللي هم السيركولر هتلاقي في ثلاث عضلات نازلين بالطول جمال جدا اهم. واحده من الاوديتوري تيوب، واحده من السوفت بالك المره اللي فاتت، واحده من الستايلويد بروس. شايفهم جمال جدا. اول واحده اسمها ستايلو فارينجس طالعه منين؟ من الستايلويد بروسس. اللي بعدها اسمها ايه؟ سالبينجو فارينجيس طالعه منين؟ من الاوديتوري تيوب طالما سالبينجو. الثالثه اسمها ايه؟ بلاتو فارينجيس طالعه من الابر سيرفيس اوف ذا سوفت بلاتو، بقول لك سي بي 4. فاكر لما كنت بقول لك طالع من البلد بلاتو جلوسس رايحه للتانجو، بلاتو فارينجيس رايحه للفارينجس، فعملت بلاتو جلوسس الارش وبلاتو فارينجيا الارش، وكان بينهم الاثنين بلاتين تونسلز. ياه الدنيا صغيره والاناتومي صغير وكله بيفتح على بعضه في الاكس. يبقى اذا ليه بقول لك سي بي 4؟ عشان انا اتكلمت على البلاتو فارينجز بالتفصيل مع المسلز اوف ذا بلات. لما قلت لك نازل له اثنين من فوق تنسور بلاتاي وليفيتور بلاتاي من الاوديتوري تيوب، ونازل منه اثنين لتحت بلاتو جلوستس وبلاتو فارينجز، واحده ماشيه فيه اسمها ماسكولا زيوفيلس. فاكرين الاغنيه دي؟ فاكرينها يا دكتور، واللي مش فاكرها يرجع تاني يفتكرها. يبقى ادي الثلاث عضلات بتوعي. اول عضله اسمها بلاتو اهي فارينجيس جايه من الابر سيرفيس اوف ذا سوفت بلات اهي 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 ونازله تمسك في الفارينجيال وول. سالبينجو فارينجيس طالعه من الاوديتوري تيوب اهي 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 ونازله تمسك في الفارينج. طيب ومين دي؟ ستايلو فارينجيس اهي 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 وراحت نزلت مسكت في الفارينج. حلو. التلات عضلات بيمسكوا في الفارينجيال وول اتسلف اند بوستيريور بوردر اوف ثايرويد كارتريج. بيمسكوا في الفارينجيال وول اند بوستيريور بوردر اوف ثايرويد كارتريج. بما انهم عضلات بالطول جايين من فوق لتحت، فالاكشن بتاعهم هو رفع الفارينكس مع الثايرويد كارترج واللارينكس كمان. يبقى they elevate pharynx and larynx during swallowing. يبقى هما في مرحله معينه من مراحل البلع اللي هتاخدوا تفاصيلها ان شاء الله في الفسيولوجي بالتفصيل، ولما نخلص الاسوفجس والاستومك نقدر برضه نكلمكم عليها بصفه عامه كده. هيقول لك ان هما بيشدوا الفارينجيال وول اب وبيشدوا معاهم اللارينكس كمان اب، فنستفيد حاجتين، ان هم يشدوا لفوق والكونستريكتورز يعصروا فالبولس تنزل لتحت، تمام؟ وفي نفس الوقت لما رفعت اللارينكس لفوق انا قفلت اللارينجيال انلت وحميتها مع بقيه اللونجيتيودنال ماسلز اوف ذا لارينكس من ان الاكل يخش جواها، تمام؟ ويبقى كده الاكل يمر من الفارينكس الى الاسوفيجس. يبقى كده خلصنا الماسكولار كوت اوف ذا فارينكس. كان عباره عن ثلاث عضلات سيركولر من الخارج، وعرفنا ان هم كلهم بياخدوا نيرف سبلاي من الفارينجيال بليكسس عن طريق الفيجو اكسسوري كومبلكس اللي بيديستريبيوت عن طريق الفارينجيال برانش اوف فيجس. وخدنا ثلاث عضلات لونجيتيودنال، بالمناسبه الستايلو فارينجيس والستالبينجو فارينجيس بياخدوا نيرف سبلاي زي زمايلهم عادي، لكن الستايلو وستالبينجو والبلاتو فارينجيس مشكلتنا بس في كانت في الستايلو فارينجيس في الستايلو فارينجيس اللي هي كانت بتخش بين الابر بارت بتاع بين الميدل بين سوري بين السوبيريو كونستريكتور والميدل كونستريكتور، كانت بتاخد من الجلوسو فارينجيال بتاعها. يبقى هنقول في الاخر خالص مع النيرف سبلاي اوف ذا فارينكس ان اول ماسلز اوف ذا فارينكس ار سبلايد باي كذا 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 اكسبت كذا. ماشي يا شباب؟ حلو. شباب كنا وقفنا بس الصوت بعد اذنكم عشان صوت الاذان، بس ما ينفعش يعني نتكلم وصوت الاذان شغال. دلوقتي خلصنا، خلاص كنت لسه بقول ان احنا خلصنا الاوتر سيركولار فري ماسلز وخلصنا
الانر لونجيتودينال 3 ماسل. تعالى بقى نخش على اللاير اللي بعد كده. احنا اتفقنا ان كان في باكو فارينجيال فاشيا من بره مغطيه العضلات من بره، وبعدين خدنا العضلات، والعضلات كانت مبطنه من الداخل بفارينجيو بازلر فاشيا. نرجع تاني للصوره اللي من الخلف اهي، ادي الثلاثه سيركولار ماسلز الشمال مقابلين الثلاثه سيركولار ماسلز اليمين في الفارينجيال راف اللي كان ماسك الفارينجيال تيوبركل، وكان جواهم اللونجيتيودنال ماسلز اهو زي الستايلو فارينجيال باينه اهي، وطبعا في بقى كمان بلاتو فارينجيال وسالبنجو فارينجيال. جوه بقى من جوه هتلاقي العضلات مبطنه بالفارينجيو بازلر فاشي. يا ترى ايه الفارينجيو بازلر فاشي؟ ربنا سبحانه وتعالى ليه عمل بطانه داخليه للعضلات بهذه الفاشيه قبل ما يحط الميوكس ممبرين او الميوكوزا؟ قال لك it lines the inner surface of the muscle coat of the pharynx. معلومه قديمه انا عارفها وقايلها من الاول خالص. وفايدتها ايه؟ شايف هي ماليه الفراغ اللي تحت البيز اوف ذا سكال ازاي؟ لما قلت لك انها كانت ماليه الجاب اللي above the superior constrictor. ليه بقى؟ علشان تعمل ريد وول للنيزو فارينكس، علشان تخلي النيزو فارينكس بيرمننتلي اوبن، لان ما ينفعش النيزو فارينكس ده يتقفل. يعني الفارينكس بالاسوفجس مفيش مشكله، هي بتتفتح ساعه البلع وبتاع وكده، لكن النيزو فارينكس لازم تفضل مفتوحه علشان هي ممر للهواء من نيزال كافيتي عشان ينزل ويوصل لللارينكس والحنجره والتراكيه بعد كده. فربنا سبحانه وتعالى قام حاطط انر لاير مبطنة العضلات من الداخل وخلاها من الجزء الفوقاني اللي تحت البيز اوف ذا سكال ده على طول ريجيد وويل ديفلوبد علشان تخلي النيزو فارينكس بيرمننتلي اوبن على طول عشان عمليه التنفس. اما لو نزلنا بيها من تحت هنلاقيها انها بتبقى ثين ورفيعه وبترفع كل ما بنزل لتحت، تمام؟ من فوق طبعا بتبقى ماسكه في البونز بتاعت البيز اوف ذا سكال اللي هو الاوكسيبيتال اند تمبرال بون، الانفيرور اسبكت اوف اوكسيبيتال اند تمبرال بون، ومن ورا بتبقى ماسكه مع البوستيرو وول اوف ذا فارينكس في الفارينجيال راف. ولو طلعت بيها قدام، لو طلعت بيها قدام على جانبي الاورو فارينكس مش النيزو فارينكس بقى، هنلاقيها عامله كده حاجه اسمها تونسيلر هيميكابسول، يعني عامله فرشه كده في التونسيلر فصه علشان تنام عليها البلاتاين تونسل، وهناخد مكانها بعد شويه اللي هي البلاتاين تونسز دي موجوده في السايد وول اوف ذا اورو فارينكس فين بالظبط. وانا خدت فكره عنها لما اتكلمت على التانج والبالات، قلت لك ان في بالاتو جلوستس وبالاتو فارينجيوس ماسل على جانبي الاورو فارينكس في البلاتاين تونسز. الفرشه بقى اللي فرشه الفوسطه بتاعه التونسل دي جايه ودرايفد فروم فارينجيو بازلر فاشيا، يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى خلق الفارينجيو بازلر فاشيا دي كغلاف داخلي للعضلات، وفي نفس الوقت يبقى ريجيد من فوق علشان يخلي النيزو فارينكس مفتوحه دايما عشان عمليه التنفس، وهي نازله كده على الاورو فارينكس واللارينج فارينكس تبدا تبقى رفيعه، بس يحصل لها ثيكننج تاني في السايد وول اوف ذا اورو فارينكس عشان تعمل التونسيلر هيمي كبسول او الفرشه اللي نايم فيها البلاتاين تونسل. يبقى فاضل لنا دلوقتي اللاير اللي بعد كده اللي اسمها الميوكوزا، ودي اللي احنا بنشوفها في العملي في السكشن بتاع الساجيتال سكشن. لو اتكلمنا بقى على الميوكوزا اوف ذا فارينكس هتبقى دي الانر موست لاير اوف ذا فارينجيال، انر موست لاير اوف ذا فارينجيال تيوب، ذا انر موست لاير اوف ذا فارينجيال تيوب، تمام؟ يبقى تاني ناخدها من بره لجوه، باكو فارينجيال فاشيا وبعدين عضلات وبعدين فارينجيو بازلر فاشيا وبعدين الميوكوزا. انا هنا بقى واخد ساجيتال سكشن وسايب الميوكوزا بتاعت النيزال كافيتي وسايب الميوكوزا بتاعت الاورال كافيتي، وادي الهارد بالت ورا السوفت بالت واليوفيولا. هتلاقي الفارينكس اهي متغطيه بالميوكوزا، كل ما هو لونه بينك هو النيزو فارينكس اللي يمتد من البيز اوف ذا سكال لحد السوفت بالت، كل ما هو لونه اورنج اسمه الاورو فارينكس اللي يمتد من اليوفيولا لحد الايبكس اوف ذا ايبيجلوتس، كل ما هو بلوش بعد كده ده اسمه لارينجو فارينكس اللي بيبدا من اول الايبكس اوف ذا ايبيجلوتس لحد سي 6 فرتبرا عشان يديني اوسوفجس بعد كده. فهنلاقي ديفرنت فيتشرز في كل حته من دول. فقال لك هقسمها لثلاث اجزاء، نيزو فارينكس اورو فارينكس لارينجو فارينكس. لو انت باصص على السكشن ده في العملي في البراكتيكال في الديستكتنج روم او في المعمل، يا اما هيوضحه لك على بلاستيك موديل او على فليش على كاديفر على صوره جثه، فلازم تتفرج على الفيتشرز دي ولازم تعمل لها ايدنتيفاي. لو انا في النيزو فارينكس يعني بيهايند ذا نيزال كافيتي اللي كان فيه سوبيريو كونكا وميدل كونكا وانفيريو كونكا، خدناه بالتفصيل في السبيشال سنسوري موديول، ارجع ورا
بقيت موجود في الحته البينك دي اللي هي النيزوفارينكس، هتجد الاتي. اول حاجه حاجه اسمها الاوبننج اوف ذا اوديتوري تيوب، اهي اوبننج اوف ذا اوديتوري تيوب موجوده اباف ذا بالت، اباف اند بيهايند ذا هارد بالت اند سوفت بالت، اهي الفتحه دي هي دي الفتحه اللي موجوده ناحيه النيزوفارينكس بتاعت الاوديتوري تيوب. امال النص الثاني او الفتحه الثانيه بتاعت الشاليمو او بتاعت الاوديتوري تيوب فتحه فين؟ برافو، فتحه في الميدل اير كافيتي. يبقى كده انا خليت البريشر اللي داخل الميدل اير يعني على الميديال سايد اوف ذا اير درام يفتح على النيزوفارينكس هنا على الهواء الخارجي، فيبقى كانه مساوي للاير بريشر اللي على الاكسترنال سيرفيس اوف ذا اير درام. فيبقى كده الاوديتوري تيوب فعلا عباره عن شاليمو توصل الميدل اير كافيتي بالنيزوفارينكس كافيتي، يبقى دي الفتحه بتاعه الايه؟ الاوديتوري تيوب. قال لك ماسك فيها عضله اسمها سالبينجو فارينجياس ماسل. العضله دي هتعمل اليفيشن تحت الميوكس ممبرين بتاع بتاع الفارينكس، وفي نفس الوقت الجزء ده من الاوديتوري تيوب فيه كارتليج، فالكارتليج ده هيعمل اليفيشن تحت الميوكس ممبرين، فيبقى الجزء اللي فوق الفتحه ده اسمه تيوبال اليفيشن، تورس تيوبلاريس او تيوبال اليفيشن، يعني ارتفاع كده في الميوكس ممبرين بسبب ان في كارتليج تحت الغطاء ده، في كارتليج تحت الميوكس ممبرين ده، يبقى ده تيوبال اليفيشن caused by the cartilage of the pharyngeal end of the auditory tube. ونازل منه بعد كده هذا الفولد، شايفينه؟ هذا الفولد بسبب ان في عضله مستخبيه تحتيه اسمها سالبينجو فارينجياس ماسل، فيبقى الفولد اسمه سالبينجو فارينجيال فولد. يبقى الاوبننج ثم الاليفيشن ثم الفولد. posterior to the fold هلاقي حفره هنا كده اسمها فارينجيال ريسيس، الجيب البلعومي، فارينجيال ريسيس. هذا الفارينجيال ريسيس هلاقيه فوقيه كده عند الايبكس او الروف بتاعت النيزوفارينكس حاجه اسمها نيزوفارينجيال تونسلز، نيزوفارينجيال تونسلز او بالبلدي كده بنسميها اللحميه او الادينويدز. النيزوفارينجيال تونسلز دي لينفاتيك تيشو، في بعض الناس بيحصل لها التهاب وانفلاميشن وتكبر في الحجم فتعمل حاجه اسمها ادينويد او اللحميه. الاطفال الصغيرين الكتير اللي بيجي لهم التهاب في اللوز واللحميه والتهابات وادوار برد كتير يقوم دكتور الانف والاذن يقول لك هنعمل لهم عمليه اللوز واللحميه. ممكن تحصل في سن كبير ان اللحميه دي ما تكونش اتشالت في الاطفال الصغيرين، يحصل برضو فيها انفلاميشنز وانفكشن فتعمل لنا حاجه اسمها ادينويد. لو تخيل معايا بقى ان الادينويد دي كبرت او النيزوفارينجيال تونسل دي كبرت، هتضيق الممر ده صح؟ وهذا الممر هو الذي يسمح بمرور الهواء من النيزال كافيتي داونوردز ان ذا فارينكس ويروح لللارينج. لا قدر الله لو هذا الممر مقفول او ضيق بالادينويدز او باللحميه دي، الناس دول يحسوا بصعوبه في التنفس من خلال انف، فتلاقيه فاتح بقه وبياخد نفسه من بقه. ولو حصل ونام تلاقي عنده صعوبه في التنفس وهو نايم، فيعمل صوت السنورنج او صوت الشخير اثناء النوم. تمام؟ دول بيبقوا بيعانوا على فكره، احنا بناخد المواضيع ساعات بتريقه وهزار لكن ده ما يصحش. دول بيبقوا ناس فعلا عندهم مشكله وتضخم في النيزوفارينجيال تونسلز، فتضيق النيزوفارينجيال اوبننج فيخلي التنفس صعب من النوز، ولو دخل يعمل صوت السنورنج او الشخير وخصوصا هو نايم او مش نايم معدول كويس، ويبقى المين اعتماده الاساسي في التنفس على الاورال كافيتي. يبقى ادي النيزوفارينجس بالستراكشرز اللي بشوفها فيه بالابلايد اناتومي بتاعه. تعالى للي بعده، الاورينج الذي يمتد من السوفت بالت للايبكس اوف ذا ابيجلوتس خلف الاورال كافيتي. لو تفتكر معايا السوفت بالت كان مدي عضله للتانج اسمها بلاتو جلوستس ماسل، رفعت الاورال ميوكوزا او الاوروفارينكس ميوكوزا فعملت حاجه اسمها بلاتو جلوستال فولد، وده اللي كنا بنسميه الاوروفارينجيال اسمس، اللي هو بالوصول ليه ينتهي الاورال كافيتي ويبدا الاوروفارينكس. عشان كده لازم اقوله في الفيتشرز هنا لانه جزء من الاوروفارينكس، هو المدخل بتاعه يبقى جزء منه بلاتو جلوستال فولد، ومن ورا هنا كده في بلاتو فارينجيال ماسل ترفع الفولد تعمل لي بلاتو فارينجيال فولد، اهو بلاتو فارينجيال فولد anterior to سالبينجو فارينجيال فولد، صح؟ عشان قلت في ثلاث عضلات ستايلو فارينجيس وسالبينجو فارينجيس وبلاتو فارينجيس، تعالى للبلاتو فارينجيس ماسل يبقى ترفع الميوكوزا اللي مغطيها كده تعمل لي بلاتو فارينجيال فولد. بين البلاتو جلوسال فولد والبلاتو فارينجيال فولد
يحصل فيه هنا ريسس. هذا الريسس اسمه بالاتاين تونسيلر فوسا، اللي موجود جواه ايه؟ اللي موجود جواه البالاتاين تونسلز، وده تاني نوع من انواع التونسلز اللي سمعته النهارده في المحاضره. بعد ما كلمتك عن ميزوفارينجيال تونسلز هتكلم هنا على البالاتاين تونسلز، وهي دي اللي الدكتور بيفتح بق العيان بتاع الانف والاذن يقول له، ويعمل كده ضغط على اللسان التانج ديبريسور يقول له قول او اتكلم، فتقوم مرفوعه الفارينجيال وول لفوق كده، فيشوف البالاتاين تونسلز on either sides of the oropharynx. تمام؟ افتكر معايا ان الهيمي كبسول او الفرشه بتاعه البالاتاين تونسلز دي تحت الميوكوزا كانت معموله بالفارينجيو بازيلر فاش. حلو؟ جميل. بعد كده هنخش على اللارينجو فارينكس، هو الجزء البلوش الذي يبدا من الايبكس اوف ذا ايبيجلوتس وينتهي عن سي 6 فيرتبرا، وده ما فيهوش الا حاجه بسيطه خالص اسمها فاليكولي. الفاليكولي دي عباره عن ديبريشن على الجانبين بين الدورسال اسبكت اوف ذا تانج في الاخر خالص وبين الانتيرور اسبكت اوف ذا ايبيجلوتس، ودي انا جبت لك سيرتها لما اتكلمت على البيز اوف ذا تانج في المحاضره اللي فاتت، وقلت لك ادي الروت اوف ذا تانج ممسوك بثلاثه فولدز في الايبيجلوتس. الفولد اللي في النص اسمه ميديان جلوسو ايبيجلوتيك فولد، الفولد اللي على الجنب ده اسمه لاترال جلوسو ايبيجلوتيك فولد، دي واحد زيه الناحيه الثانيه اسمه لاترال جلوسو ايبيجلوتيك فولد. يبقى كده ثلاثة فولدز هم خلقوا بينهم تو ديبريشنز، علمت لك عليهم بالاسهم الحمراء دي، هي دي الفاليكولي، هي دي الفاليكولي التي تقع بين الميد لاين فولد اللي بين اللسان والابيجلوتس وبين اللاترال فولدز اللي بين اللسان والابيجلوتس، يبقى هي دي الفاليكولي، ودي موجوده في اللارينجوفان. تمام؟ سؤال بقى خبيث كده وحلو وكلينيكال وابلايد وحاجات كتير. ايه الكومبوننتس اوف ذا وايلد دايرز رينج اوف ليمفويد تيشو؟ افتكر معايا كده كام كلمه تونسل قلتها لك في محاضره التانج والبلت ومحاضره النهارده. تقول لي والله يا دكتور زمان حضرتك قلت لنا ان البوستيرور ثيرد اوف ذا تانج كان فاينلي نودولر عشان في حاجه اسمها لينجوال تونسلز. ادي اول تونسلز حضرتك قلتها لنا في اول محاضره في الدايجستيف سيستم خالص. والنهارده قلت لنا في الروف of the nasopharynx في nasopharyngeal tonsils اللي لما بتكبر بتعمل لحمية وأدينويد وتسبب الشخير أثناء النوم وتعمل صعوبة في التنفس من الأنف. ولما اتكلمنا في الأوروفارينكس اتكلمتنا على البالاتاين tonsils. يبقى إذا أنا عندي دايرة داير ما يدور around the openings of the digestive and respiratory system. الروف بتاع النيزوفارينكس من الناحية دي ومن الناحية التانية في نيزوفارينجيال تونسلز، يبقى بوستر وسوبيريورلي عندي النيزوفارينجيال تونسلز، وانترو انفيريورلي عندي لينجوال تونسلز على البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج، وان ايذر سايدز اوف ذا اوروفارينكس عندي البالاتاين تونسلز. يبقى كانك كده بترسم دايره داير ما يدور اسمها والدايرز رينج اوف ليمفويد تيشو. والدايرز رينج اوف ليمفويد تيشو خلوا بالكم منها، وممكن تعملوا عليها سيرش تعرفوا يا ترى ليها افرنت ليمفاتكس ولا لا. طب يا ترى بتبعت الافرنت الليمفاتكس بتاعتها فين؟ دي واجب تدوروا عليها علشان تنشطوا معلوماتكم، ولما تدور عليها بنفسك وتعرف هي بيجي لها الليمفاتكس ولا ما بيجيلهاش وبتبعت الليمف بتاعها فين، عمرك ما هتنساها لانك انت اللي هتجيب المعلومه بنفسك. وبكده نبقى خلصنا الميوكوزا بتاعت الفارينج وخلصنا الاربعه لير اوف ذا فارينج. فاضل لي حته كده صغننه جبت سيرتها في اللارنكس، عايز اجيب سيرتها في الفارنكس تاني علشان ابقى عملت اللي عليا. فاكرين الصوره دي؟ اه يا دكتور دي صوره هايله. بوسترو لاترال فيو. النص الشمال بتاع الهيرويد بوم موجود هو واللامنه الشمال بتاعه الثايرويد كارتلج والكريكويد كارتلج موجود بالكامل. لكن الناحيه اليمين من الهيرويد بوم مكسوره واللامنه اليمين بتاعه الثايرويد كارتلج مكسوره. يبقى التجويف اللي في النص ده لو ده الايبيجلوتس يبقى دي اللارينكس ودي الحنجره، كويس؟ وادي الايري ايبيجلوتيك فولد الشمال والايري ايبيجلوتيك فولد اليمين، وتبقى دي اللارينجيال انلت اللي كانت بين الاثنين ايري ايبيجلوتيك فولد، صح؟ صح يا دكتور. وقلنا بعد كده انلت وفيستيبيول وانفراجلوتيك اريا، فاكرين؟ طيب ايه بقى التجويف الخارجي ده؟ هو مش خارجي ولا حاجه، هو خارج الايبيجلوتس وتجويف اللارينكس ولكنه داخل الثايرويد كارتليج.
هذه الاريا اسمها بايريفورم فوسا، وانا فاكر ان انا عرفتها لك كويس قوي في محاضره اللارينكس، وقلنا ان البايريفورم فوسا دي هي السبيس الذي يقع between the inner aspect of the thyroid cartilage lamina and the outer aspect of the area epiglottic fold أو outer aspect of the larynx cavity اللي هي المنطقة اللي السهم نور فيها دي. عندي بايريفورم فوسطة يمين وبايريفورم فوسطة شمال. بايريفورم فوسطة دي مشكلتها ان ممكن واحد يكون بياكل سمك مثلا بسرعة ومتسرع فتجيله شوكة في البايريفورم فوسطة دي ويضطر يخش ويتعمل له بالمنظار عملية علشان نطلع الشوكة دي من البايروفورم فوسطة. عايزك برضو تعمل سيرش على الابلايد اناتومي بتاع ان انا لو دخلت اعمل عملية في البايروفورم فوسطة دي عشان اطلع شوكة مثلا او اطلع فورين بودي ممكن اعور ايه او ممكن اصيب ايه. يبقى انت كده عندك اتنين واجبات في المحاضرة، تدور على والدايرز رينج الافرنت والافرنت لمفاتكس بتاعتها جايلها منين وبتبعت فين، وتدور على البايريفورم فوسطة لو انا دخلت بمنظار او دخلت بعملية عشان اشيل شوكة مثلا، يبقى الراجل يا عيني داخل بياكل سمك بس متسرع وهو بياكل او بيتكلم او مش مركز فهوب بلع شوكة بدل ما تخش في الفارنكس وتتبلع وتعدي على خير في الاسوفاجس ترشق هنا فيضطر يتعمل له عملية لإزالة هذه الشوكة. ناخد بالنا من ايه عشان ما نعوروش الحتة دي، تمام؟ عمرك برضو ما هتنساه. تعالى بقى نتكلم على البلاد سبلاي وذا فارينكس. ده مش هيفرق كتير قوي عن البلاد سبلاي بتاع البلد والاورال كافيتي اللي خدناه قبل كده. قال لك ان هو بالنسبه للارتريز في ارتريز جاي من الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو اللينجوال ارتري اللي هو كان ثالث برانش ماشي كده بالعرض من الانتيريو اسبكت اوف ذا اكسترنال كاروتيد. افتكر معايا ان كان في سوبيريو ثايرويد وبعدين كان في لينجوال وبعدين كان في فيشيا. امسك اللينجوال هروح يغطي لانجو منطقه الاوروفان والاسندنج فارينجيال اللي كان طالع من الميديال سايد اوف ذا اكسترنال كاروت طبيعي اسندنج فارينج، والماكسيلاري ارتري شخصيا اللي هو برده كان بيدي جريتر بالاتاين وليسر بالاتاين فيدوا للفارينكس بالمره، تمام؟ وكان بيدي فارينجيال برانشز برده. يبقى عندي ثلاثه اساسيين طالعين من الاكسترنال كاروت اللي هو الاسندنج فارينجيال واللينجوال والماكسيلاري، وعندي برانشين مهمين جدا طالعين من الفيشيال سمعت عنهم قبل كده، تونسيلر ارتري اللي رايح للبالاتاين تونسل والاسندنج بالاتاين ارتري اللي طالع من الفيشيال ورايح للبلد فيغذي الفارينكس معاه. يبقى الفيشيال شخصيا يدي تونسيلر رايح للبالاتاين تونسلز والاوروفارينكس ومدي اسندنج بالاتاين رايح للبلد والفارينكس برضه. بالنسبه للفينوس درينج فهي بتعمل لمف فينوس درينج او فينوس بلكسس خاصه بيها اسمها فارينجيال فينوس بلكسس. هذه الفارينجيال فينوس بلكسس لفوق هتصب مع البلد في التيروجويد فينوس بلكسس ومن تحت هتنزل تصب مع الانترنال جاجولر ومع الفيشيال فين. سهله قوي. بالنسبه للليمفاتيك درينج طبيعي ان هو يروح للريترو فارينجيال اللي وراها اصلا ويروح كمان للباراتراكيال والانفراهيويد ليمف نودز، بس الاساس ان هو ريترو فارينجيال ثم ابر ديب سيرفايكال ليمف نودز. وما تنساش كمان ان التونسلز بتروح للجوجلو ودايجستريك ليمف نود بالتحديد عند المنطقة اللي بيصب فيها الكومون فيشال فين في الانترنال جاجولار فين. لو تفتكر لما اتكلمنا على السيرفايكال لينف نودز قلنا ان كان في اثنين مهمين، واحدة اسمها جوجلو دايجستريك واحدة اسمها جوجلو اوموهايويد. الجوجلو دايجستريك كانت عند منطقة تقريبا التندون بتاع الدايجستريك وعند منطقة الكومون فيشال فين لما بيصب في الانترنال جاجولار، والجوجلو اوموهايويد تقريبا كان عند منطقة التندون في اوموهايويد. قلنا الجوجلو دايجستريك هي التيرمينال لينف نود اوف ذا بالاتاين تونسلز عشان الام سي كيو، والجوجلو اوموهايويد هي التيرمينال ليمف نود اوف ذا تانج علشان برضو الام سي كيو. حلو قوي. ماذا عن النيرف سبلاي وذا فارينكس؟ هتقول لي والله يا دكتور في سنسوري اكيد وفي موتور. بالنسبه للسنسوري نيرف سبلاي هنقسمه نيزو فارينكس واورو فارينكس ولارينجو فارينكس. هتلاقي النيزو فارينكس من الماكسيلاري نيرف بتاع الترايجيمينال، الاورو فارينكس من الجلوسو فارينجيال نيرف عن طريق الفارينجيال برانش بتاعه اللي هو سنسوري اللي هيشارك في الفارينجيال بلكسس اللي هقولها لك بعد شويه، واللارينجو فارينكس عن طريق الفيجاس نيرف عن طريق برضه الفارينجيال برانش بتاعه اللي بيشارك في الفارينجيال بلكسس اللي هقولها لك بعد شويه. يبقى من فوق ماكزيلا ثم جلوسو فارينجيال ثم فيجاس. اما الموتور فاول ماسلز اوف ذا فارينكس بتاخد نيرف سبلاي من الفيجاس نيرف او من الاكسسوري نيرف عن طريق الفارينجيال بلكسس.
هتلاقي كتب بتقول لك من الكرينيال اكسسوري نيرف عن طريق الفارينجيال بليكسس مع البلد. ناس تانية زي جريز اناتومي مثلا يقول لك لا دي بتاخد من الفيجاس نيرف. احنا اتفقنا ان الاكسسوري نيرف الكرينيال بارت بعد ما بيخرج من السكال بيروح يتحد مع الفيجاس نيرف عشان يعمل حاجه اسمها فيجو اكسسوري كومبلكس، ويقوم طالع مع الفارينجيال برانش اوف مع الفارينجيال برانش اوف فيجاس يديستريبيوت معاه فيغذي عضلات البلت والفارينكس. فانت احسن حل انك تقول ان all muscles of the pharynx بتسبلايد باي فيجو اكسسوري كومبلكس عن طريق الموتور بارت اوف ذا فارينجيال بلكسس، ما عدا طبعا الستايلو فارينجيس اللي سبلايد باي جلوس فارينجيال نيرف. يبقى جينا دلوقتي للاكسبشن الثالث اللذيذ اكتبهم عندك. اول اكسبشن all muscles of the tongue supplied by hypoglossal nerve except palatoglossus. All muscles of the palate supplied by vago accessory complex except tensor palatal. All muscles of the pharynx are supplied by vago accessory complex except stylopharyngeal. حلوة دي صح؟ جميل. مين بقى الفارينجيال بليكسس يا دكتور اللي انت عمال تقول لنا عليها من ساعتها دي؟ والله انا قلتها لكم قبل كده لما اتكلمت على اللاست فور كرينيال نيرفز وجبت سيرية الايه الجلوسوفارينجيال والفيجاس والاكسسوري. فبقول لك هي بمنتهى البساطه تتكون من السنسوري فارينجيال برانش بتاع الجلوسوفارينجيال نيرف ماشي، ومن الفيجو اكسسوري كومبلكس، وبتتوزع عن طريق الفارينجيال برانش اند اكسترنال لارينجيال برانشز اوف فيجاس. وهذه الفارينجيال بلكسس هي المسؤوله عن تغذيه المسلز بتاعه البلت والفارينكس عن طريق الفيجو اكسسوري كومبلكس، ومسؤوله كمان عن تغذيه السنسوري سبلاي اوف ذا فارينكس وبالتحديد الاورو فارينكس عن طريق الفارينجيال سنسوري برانش اوف جلوسو فارينجيال نيرف، واللارينجو فارينكس عن طريق الفارينجيال برانش اوف فيجاس. وكده نبقى وصلنا لنهايه الاناتومي اوف ذا فارينكس الحمد لله في 45 دقيقه او في 46 دقيقه في اقل من ساعه. خدنا فيها المسل كوت اللي كان متغطي بره بباكو فارينجيال فاشيا وكان متبطن جوه بفارينجيو بازل الفاشيا وعرفنا فوائدها، وبعدين اتكلمنا كمان على الفيتشرز بتاعه الميوكوزا اللي موجوده، وجبنا سيره الوالدايز رينج وقلت لك واجب تدور عليها، وجبنا سيره البايريفورم فوسطه وقلت لك واجب تدور على الابلايد اناتومي بتاعها، ممكن اعور ايه وانا بشيل فورين بودي منها اخد بالي عشان ما اعوروش واعمل مشاكل. وبكده يبقى انتهت محاضره الفارينكس.